السلام عليكم. فيديو ديال اليوم غادي يكون مميز جدا، غادي يكون اول تعاون لاتحاد اليوتيوبرز المغربيات لفن الطبخ. اختارينا نفتتح هذه السلسله الرائعه بكيكات راقيه ومميزه. بالنسبه للقناه عائشه سيرين غادي تقدم لكم كيكه البراليني بالكراميل، كتجي اكثر من رائعه. بالنسبه لقناه ويد ليلى غادي تقدم لكم حله المرايا بنكهه البرتقال، فعلا كتستحق تجربه. بالنسبه لقناه كويزين اي بوتي غادي تقدم لكم كيكه قدره قادر اللي كتحمر الوجه، نتمنى تجربوها. بالنسبة لقناة ياسمين فيلت غادي تقدم لكم الكيكة التركية الراقية بالشوكولاتة ومسقية بالكراميل، كتجي أكثر من رائعة. بالنسبة لقناة أزيزة فلوكس بيو غادي تقدم لكم كيكة صحية بالشوفان والمكسرات، كتجي أكثر من رائعة. وبالنسبة لي إن شاء الله غادي نقدم لكم تورتة فرنسية راقية بكريمة اللوز والبعويد، كتجي أكثر من رائعة، نتمنى تجربوها إن شاء الله. بقوا معايا باش تشوفوا الطريقة والمقادير. نبداو على بركة الله نوجدو لاباط سابلي. بالنسبة للمقادير كنحتاجو 300 غرام من الدقيق، 150 غرام من الزبدة على حرارة المطبخ، 60 غرام من السكر، بيضة، شوية الماء، ملعقة كبيرة من بودرة اللوز، وشوية الملحة. اول حاجه كنبداو بها كنغربلو الدقيق، كنضيف الملحه، بودره اللوز ماشي ضروريه، كنضيف الزبدة على حرارة المطبخ، دابا غندوزو للمرحلة ديال الصبلاج، غنحاولو ندخلو هاديك الزبدة للدقيق بهاد الطريقة. من بعد كنضيف السكر، وكنضيف هذيك البيضة، وكنضيف الماء شوية بشوية حتى تجمع ليا العجينة، تقريبا واحد زد معلق كبار. وبالنسبة لاباط سابلي ما كنعجنوهاش، غير كتجمع بطرف ديال الصباح، غير كتجمع وكنحبسو باش تجينا لاباط فتية. ندير العجينة في بلاستيك غذائي وندخلوها للثلاجة ترتاح واحد 30 دقيقة.
هي دابا ملي خرجتها من الثلاجه غادي نرش سطح العمل بشويه ديال الدقيق ونحاول ندلك العجينه بالدلك غير بشويه بالنسبه للسمك ديال العجينه كيجي مويه وهنايا خديت المول باش ناخذ عليه العبار باش تجيني هي هذيك هذا المول فيه تقريبا 30 سنتيمتر وهذاك الفائض ديال العجينه كندير فيها ليميني تارتوليت خديت المول ودهنته بشويه ديال الزبده وغلفته بورق الزبده دابا غنحاول نقاد في هذيك العجينه من بعد كنعمل تقيبات بالفرشيط وكندخلوها للمجمد حتى تجمد تماما من بعد غنوجد معكم كريمه اللوز بالنسبه للمقادير كنحتاجو 150 غرام من بودره اللوز 150 غرام من الزبده اللينه بحراره المطبخ 150 غرام من السكر 3 البيضات وهنايا خديت بعويد ديال الكونسيرف ولكن ممكن توجدوه في الدار غتاخذوا بعويد غادي تقشروه وديروه يطيب شويه ديال الماء مع شويه ديال السكر مع شويه ديال العصير ديال الحامض من 5 حتى 10 دقائق وهنايا عندي شويه ديال السكر فانيلا بالنسبه للطريقه كناخذ واحد البول كندير فيه السكر من بعد كنزيد عليه سكر فانيلا من بعد كنضيف البيض كنضرب البيض مع السكر حتى يضاعف الحجم ديالو ويولي اللون ديالو مفتوح من بعد كنضيف بودرة اللوز كنخلط مزيان من بعد كنضيف الزبدة على حرارة المطبخ تكون لينة خرجوها بكري من الثلاجة باش تجيكم الخدمة سهلة كنخلط مزيان وهو القوام ديال الكريمه ديال اللوز كيكون على هذا الشكل وهنايا خديت شويه ديال اللوز ايفيلي للتزيين من بعد غناخد هذاك بعويد غنقطعو شرائح باش يجيني الديكور ديالو زوين
وهي العجينة ملي خرجتها من المجمد. دابا غنحاول نسرح هذه كريمة اللوز في الفون ديال لاطارت. ايوا بالنسبه للتزيين كيبقى على حسب كل واحد، الاذواق لا تناقش. هنايا كنقاد البعويد هو الاول، من بعد كنزين برقائق اللوز. في الاخير كنرش بشويه ديال السكر كلاصي باش تجينا لاطارت محمره، وكندخلوها الفران على درجه الحراره 180 درجه من 30 حتى 40 دقيقه.